المتسابق عبد الباري الجبوري. اللجنة الموقرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المتسابق عبد الباري الجبوري، محافظة الديوانية الحمزة الشرقي. إياه الله. أبدأ إلى العباس عليه السلام. سلام الله. أقول شيخ أنت وشويرك سيف، شيخ أنت وشويرك سيف، أوعدكم صارت طلابه، من شاف العيون الدير قام يحوس بقرابه. شيخ أنت وشويرك سيف، أوعدكم صارت طلابه، من شاف العيون الدير قام يحوس بقرابه. ويا حق اللي بالله يضيع والعباس طلابه. تسلم. ويا حق اللي بالله يضيع والعباس طلابه، وانت بيمينك دوم على الحق، 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 ويرد حق الزام طبيب، وانت بيمينك دوم على الحق. عافيه عافيه. والى زين العابدين عليه السلام، اقول المرض كلش سهل ويهون، او عن الحرب ما رده، هم الغيرة صعدت بيه ويشيل السيف هم وده. المرض كلش سهل ويهون، وعن الحرب ما رده، هم الغيرة صعدت بيه ويشيل السيف هم وده، بس طبت الحرم ليزيد هاي المردة تشبده، بس طبت الحرم ليزيد هاي المر، هو اثنين المردن شبدك، هو اثنين المردن شبدك، طيحت عودك والنسوان اثنين المردن شبدك. عفية عفية. اسلام. وإلى علي الأكبر، يستاهل. ينقل الخطباء أنه مو فقط الإمام العباس عرضوا عليه الأمان، وإنما علي الأكبر كذلك، فهو يخاطب اللي أحد الجنود اللي عرض عليه الأمان. زيد يقول له من جبت الأمان وجيت، مو قصة ترى تحبنا، سمعتك من قلت لحسين الأكبر والله تعبنا. خوش. من جبت الأمان وجيت، مو قصة ترى تحبنا، سمعتك من قلت لحسين الأكبر حيل تعبنا، أفيا خلفة الشيطان عن الغالي تبعدنا، أفيا خلفة الشيطان عن الغالة تبعدنا، هو دريب الخوف ويابك، هو دريب الخوف وياك، ذيك الشردة مأثرة هواي دريب الخوف وياك. أحسنت عبد الباري. وإلى السيدة زينب، سلام الله، عندما دخلوا إلى مجلس يزيد ما كان يعرفها يزيد. خوش. فنادى من منكن زينب؟ هو الأخ. مرة واثنين وثلاثة فلم تجب، فقال اتوني برأس الحسين. خوش. فوضع الرأس أمامها وقام يضرب الرأس الشريف. تعاني. فهي قالت شلت يمينك يا يزيد. ايه. هنا تخاطب الإمام الحسين. تقول له أحس قلب مرض يا حسين. ايه. أحس قلب مرض يا حسين، نقطة ضعفها المنظر. الله. أحس قلب مرض يا حسين، نقطة ضعفها المنظر، أو شاي يحلم يزيد بهاي يسمع صوت ما يقدر. والله. أو شاي يحلم يزيد بهاي يسمع صوت ما يقدر، بنت القلع ذاك الباب وأنا أختك يا المشكر، بنت القلع ذاك الباب وأنا أختك يا المشكر، واضح ترى وعطر يفوح الدنان جابل العنبر. اي والله. واضح ترى وعطر يفوح الدنان جابل. هون ما طلعت يا حسين موتك، هون ما طلعت يا حسين هسه بمجلس لابن زياد، ما طلعت يا حسين موتك. سلامتك. حلو. احسنت يا عبد البار الجبور.